سيلاندرات سيس اش عندهم الحفارات من هاي سميتهم بوكا سيس اش ناق 1 ضبط التوقيت محرك الكتروني اذا نتحدث على محرك الكتروني. ورحمة الله متابعينا الافاضل اهلا ومرحبا بكم. العديد من المتابعين في القناة وغير القناة يسألوني عن الضبط الصحيح لضبط التوقيت الصحيح والمثالي لمحرك إيسيزو إيسيزو 6 سيلاندرات 6HK1. العديد من الناس هذا المحرك راكب في العديد من الحفارات من هايقاش وميتوم وكاز وسيبيو إلى آخره. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأريكم الضبط الصحيح والمثالي في هذا الأمر. إذن متابعينا الأفاضل كما رأيتم هنا يوجد العديد من الأرقام هي التي تشكل نوع من الارتباك بالنسبة للناس. اليوم إن شاء الله سنضع حدا لهذا الارتباك. هنا العديد من الأرقام ويختلف هذه الأرقام من محرك إلى آخر، من محرك 4 سلندرات مثلا أو 6 سلندرات أو محرك أكبر من هذا على أين. إذا كان هنا يتوفر حرف OT فضعه على T، إذا لم يكن يتوفر حرف T ستضعه إن شاء الله على الزيرو. هنا 32 هنا 26 هنا 20 هنا 12 هنا 6 هنا زيرو. دور شوية بهدوء 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 سنضعه إن شاء الله في حالة الزيرو على هذا المكان. هذا هو المكان هذا هو حالة الزيرو. بهدوء 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 بهدوء. طيب 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 سنأتي إلى هنا إزالة غطاء المحرك. هنا سنتأكد بأن المكبس رقم 1 عمل توب، يعني في حالة الصعود في شوط الصعود إلى الطب إلى القمة. وهنا أيضا اقترب إلى عندي، هنا علامة ضبط خطط علامة ضبط عمود الكامشافت. أتمنى أن يكون هذا واضحا. سنحاول الاستعانة بالفلاش. هنا علامة في، هذه العلامة بالضبط أن تأتي مستوية على هذا السطح، هي الآن مستوية. هذا هو الضبط الصحيح، علامة B تأتي مستوية على هذا السطح، سطح رأس المحرك. هذه السنة التي توجد فيها العلامة تأتي مستوية بهذا السطح كما قلت. المكبس رقم 1 يعمل طوب هنا، نضع على حرف الزيرو. هذا هو الضبط الصحيح لهذه المحركات إخواني بارك الله فيكم. العديد من الإخوان يسألون على هذا الضبط وما يشكل بعض الارتباك للمهنيين، ومنهم التقنية الفنيين الميكانيكيين والكهربائيين يسألون على هذا، في إخواننا من ليبيا ومن اليمن ومن يسألون على هذا الأمر. إن شاء الله اليوم صراحة تستفيدون من هذا الفيديو بشكل صحيح. وشكرا أيها المتابعين.